السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم اليوم بفيديو جديد راح نحكي فيه عن السوكناد ويب وكيف ممكن الواحد يسجل عليه وليش بده يسجل عليه. اولا، موقع السوكناد ويب هو موقع تقديم على الجامعة يخص الناس اللي بدها تقدم على السنوات التحضيرية والناس اللي بدها تقدم على التريس او تريسومستر، وهدول الناس اللي هن عندهم شنال كومبيتانسا ولكن فاقدين للريال كومبيتانسا. وايضا مهم للناس اللي بدهم يدخلوا بمواضيع البراكسيس، يعني اللي عندهم براكسيس او عندهم فاق تكنيك وبدهم يكملوا بالجامعة، هذا بسموه الاي في. حاليا راح نكتب على جوجل سوكناد ويب مثل ما نكون شايفين، بعدين راح نختار سوكناد ويب اللي هو الموقع اللي عم نحكي عليه، من ثم تطلع لنا هاي الواجهة اللي انتو شايفينها. نختار هون الفرع او الجامعة اللي نحن بدنا اياه. هون بهالنقطة هاي يفضل ان نحول اللغة الى النرويجي ليكون اسهل علينا الاختيار. نختار الجامعة وليكن على سبيل المثال هوي سكولن بو فيسلان مثلا، فمنبحث عنها هوي سكولن بو فيسلان ونختارها. نضغط حاليا على فورتشيت والآن نقوم بتسجيل الدخول أو اللوغ إن. نضغط على لوغ بو إيدي بورتالن ومن ثم نختار الطريقة اللي نحن بنحبها لحتى نعمل لوج إن واللي بتناسبنا، فربما نعمل تسجيل دخول من إيدي، بنك إيدي، بنك موبيل، على راحتكم طبعا. وبعد ما نقوم بتسجيل الدخول راح تطلع لنا هالواجهة هاي، يلي بهاي الواجهة راح نقوم بتعبئة المعلومات الخاصة فينا، الاسم والعنوان والى اخره، وراح نجاوب على هاي الاسئله الموجوده، وبعدين نضغط نستا لحتى ننتقل الى الصفحه التاليه. بهاي الصفحه راح نشوف البرامج او الامور اللي بتوفرها هاي الجامعه اللي احنا فيها، ممكن ماستر، ممكن كومبيتانسا، ممكن براكسيس الى اخره. فنحن اللي بيهمنا هو الفوركيش ريال فاكيش اوغ تريس، واللي ايضا في يوفي لاصحاب البراكسيس والفاك تكنيك. نضغط عليها بيطلع لنا كيف رح نعمل سوكا. فنحن بهمنا التريس طبعا، بما انه انا اوريدي عامل سوكناد فما في سوكا على التريس، في كفيتيرينج لانه انا اوريدي عامل السوكناد تبع التريس. ولنفترض انه كلمة سوكا موجودة وضغطنا عليها، راح يطلع لنا الصفحة التالية. الصفحة التالية موجود فيها الاختيارات اللي راح نختارها، يعني واللي فيها هاي الصفحة راح نختار الفروع اللي بدنا التريس تبعها. مثلا انا هون عامل ماشين انجينيور تريسو ماستر، وممكن تختار عدة اختيارات وترتبهم حسب الاولوية اللي انت بدك اياها. فممكن تختار بران انجينيور تريسو ماستر، هو ام اس انجينيور تريسو ماستر، ماشين انجينيور تريسو ماستر. فممكن تختار عدة اختيارات، طبعا كل اختيار في جنبه المكان تبعه. بدكم تلاحظوا هاي الشغلة انه مثلا ماشين انجينيور في هوجسون وغيره موجود في بيرجن ربما، لانه هاي الجامعة اللي نحن داخلين عليها هي فيستلاند، هوي سكولن بو فيستلاند، فممكن بيرجن ممكن هوجسون. حاليا خلصنا وقدمنا وبنروح حاليا لنرفع الملفات تبعنا بالمينا دوكيومنتار. فهون هي مكان الدوكيومنتاشون اللي لازم نرفعهم او الملفات اللي لازم
نرفعهم بهذا الموقع. علاماتك، الكمبيتانس بفيز تبعك، اي شيء مهم ممكن ترفعه هون، تعملوا لاست اوب وتحدد شو نوع الملف اللي عم ترفعه، وهيك بنكون خلصنا الطلب تبعنا واخذنا الكفيتيرينج. و يعني بيوصلك ايميل بانه انت سجلت بهي الرغبات على الموقع الخاص فينا، وحاليا طلبك تحت المعالجة او النور بهاندلينج. تحياتي لجميع الاصدقاء والمتابعين، وان شاء الله اكون افدتكم بهي الشغلة. واي تعليق او اي شيء ممكن يلزمكم ممكن تتركوه بكومنت، وانا ان شاء الله راح اجاوب عليكم. تحياتي للجميع.